أكد وزير الدفاع الفريق أول صدق صبحي أن العمليات الإرهابية لن تثني رجال القوات المسلحة المصرية عن أداء واجباتهم. وخلال زيارة المصاب العمليات الإرهابية قال صبحي إن مصر بشعبها وجيشها ماضية في طريقها نحو القضاء على محاولات زعزعة أمن واستقرار البلاد. قام الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة بزيارة المصابين جراء العمليات الإرهابية في سيناء من أبطال القوات المسلحة والذين أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم ويخضعون للعلاج حاليا بمستشفيات القوات المسلحة. وخلال الزيارة أكد القائد العام أن ما يجري من عمليات إرهابية خسيسة لن تثني أبطال القوات المسلحة عن أداء واجباتهم والذود عن وطنهم، مبديا تقديره لعطائهم وتضحياتهم من أجل ردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن، مؤكدا أنهم يضربون أروع الأمثلة في التضحية والتفاني والإخلاص من أجل مصر. وأشار الفريق أول صدق صبحي إلى أن مصر بشعبها وجيشها ماضية في طريقها نحو القضاء على كل المحاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في كل شبر من أرض مصر. هذا ومن جانبهم أبدى المصابون اعتزازهم بتلك الزيارة وإصرارهم على العودة لتنفيذ مهامهم من أجل الحفاظ على الوطن وشعبه العظيم مهما كلفهم ذلك من تضحيات. حق شهدائني احنا جبناه، وحق نحن اخواتنا الابطال جابوه بزياده برضه، تمام يا فندم. وبستاذن حضرتك بس ان احنا كلنا مع بعض كده نقرا الفاتحه على ارواح شهدائنا الابرار يا فندم، وندعي ان ربنا يطلعنا بالسلامه من هاني عشان نرجع نكمل مهمتنا هناك يا فندم، وندعي لابطالنا هناك ان ربنا يوفقهم في مهمتهم يا فندم. كان في طلق ناري وتهتك في الاحشاء الداخليه والتهاب في الغشاء البريتوني. الله يديك الصحه يا ابو الله يا عبد الرحمن، وتقوم بالسلامه يا رب ان شاء الله يا رب العالمين. اسمعنا كل خير. وسالت ترددت عليه من بعض الزيارات برضه لما جات لي، طب بتسالني ايه سبب سعادتك؟ يعني لخصتها في ثلاث حاجات ان هم سبب سعادتي فعلا. كانت اول حاجه كانت سعادة اصابتي، كان جندي بطل معايا، كان جندي اسمه محمد فيصل، كان معايا، كان عنده بتر في تحت الركبه في رجليه وانا عندي بتر رجلي الاثنين، وانا طالع بزحف على ظهري في الدبابه وكانت في النار، هو رجليه السليمه اتعلقت في كرسي الدبابه، انا فديتها له وانا عندي رجلي الاثنين مبتورين، ما سابنيش ونزل، لا ده شدني معاه وقف على رجل واحده وطلعني من وسط النار. دي كانت اول حاجه حسيت ان احنا في ترابط بيننا كلنا. تاني حاجه اما زمايلي ايه غابوا عني بقى، قلت بقى ما هم مش هيجوا، لا لقيت بعدها قعدوا 60 يوم وفتره طويله، وبعد كده لقيتهم مجمعين نفسهم بعد المداهمه ما خلصت اللي انا كنت هشترك معاهم فيها، ونفس المكان اللي انا اتصبت فيه جابوا لي بقى الصور والحاجات وجم قعدوا معايا، وكل زياره بيجمعوا نفسهم عشان يجي لي يبقى حواليا. فدي كان سبب زيارات كتير يعني بتسالني ايه السعاده اللي انت فيها دي؟ قلت لهم اول حاجات كتير خليني افرح، ده غير العلاقة بينه وبين تانية يعني، ده حاجة كبيرة يعني، بالذات مثلا لما تحس ان واحد عمل حاجة لوطنه بجد يتشرف بيها ووطنه يتشرف بيه، دي سعادة تانية خالص يعني. فدي رسالة والله نفسي يعني توصل لزمايلي اولا يعني، لان انا بحبهم جدا. لو كل مواطن مصري زي النمط ده كده مصر مش ممكن ابدا تعاني من حاجة، عمرها ما هتعاني وانتم موجودين بجد، والله عمرها ما تعانوا، حضرتك والرئيس والجيش كله موجود، واللي زي محمد واللي زيه كتير، واللي زيه كتير بجد. شوفك بأحسن حال إن شاء الله محمد والله.